من منا لا يعرف مخيم الركبان للاجئين السوريين الواقع شمال الأردن بالقرب من الحدود السورية ويقطنه حالياً نحو 10,000 نسمة. المخيم مقام ضمن منطقة صحراوية تفتقر لأدنى مقومات الحياة من خضرة أو ماء، إضافة إلى الظروف المناخية السيئة صيفاً وشتاءً. عانى المخيم على مدى سنوات من الإهمال والتهميش والحصار، وواجه نقصاً مستمراً بمصادر المياه والمواد الغذائية والطبية على حد سواء، ما حدا بكثير من سكانه إلى العودة مكرهين إلى مناطق النظام تحت ضغط الظروف المأساوية التي كانت تؤثر على حياتهم. خلال الشهرين الماضيين أصبح المخيم ضحية حصار مطبق من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وإغلاق السلطات الأردنية لكل جهاته من طرف آخر، ما جعل مخزون المياه داخل المخيم يتناقص باستمرار حتى وصل إلى أقل من النصف خلال الشهر الماضي. أهالي المخيم أطلقوا عشرات المناشدات باتجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ضمن هذا المخيم، خاصة مع دخول فصل الصيف في ذروته. أهالي مخيم الركبان من نقص المياه، الخزانات تالفة، المياه غير صالح للشرب. الماء اللي جاعد تبعثينه لنا هاي الركبان أنت فلا تستحمي به، غير صالح لاستحمامك، وتقسمي علينا ما أن المية كافية والمية محلاة. كم هذا؟ مع استمرار الأزمة المعيشية في المخيم وشح المياه الذي أوصل الأوضاع إلى مستوى خطير وفق مناشدات من داخل المخيم وخطر حقيقي يهدد حياة الآلاف من المدنيين هناك، أطلق ناشطون واسماً بعنوان أنقذوا مخيم الركبان، ونشر تحته عشرات المغردين والناشطين مقاطع مصورة وصوراً داخل المخيم تصور سوء الظروف المعيشية التي يواجهها السكان هناك. أزمة المياه في مخيم الركبان هي أزمة قديمة جديدة، حيث يواجه المخيم نقصاً حاداً خاصة مع بداية الصيف، والسبب كما يقول ناشطون مطلعون على ظروف المخيم إن مصدر المياه الوحيد الذي يصل عن طريق السهاريج من خارج المخيم هو المصدر الوحيد، ويتم توزيع هذه المياه على الأهالي أو بيعها عن طريق بعض التجار، كما تفتقد هذه المياه أصلاً إلى أدنى الشروط الصحية. مع انتشار وسم أنقذوا مخيم الركبان كتب آلاف السوريين على صفحاتهم وحساباتهم حول هذا الموضوع. كتبت ربا هنا في هذه التغريدة تقول: أطفال ونساء مهددون بالموت في مخيم الركبان بسبب تخفيض الأمم المتحدة لحصصهم من المياه. السوريون عطشى في الصحراء وعلى حدود النشامة، أين أنتم؟ أنقذوا مخيم الركبان. أيضا هنا عمر يقول بأن آلاف أو حياة الآلاف من السوريين مهددة بسبب نقص المياه على الحدود الأردنية. من لا يموت من العطش سيموت من الحر، اللهم كن عونا لأهلنا في مخيم الركبان وهون عليهم. أيضا هاشتاج أنقذوا مخيم الركبان. أما محمود رحيل فيقول بأن 10,000 مهجر سوري محاصرون على حدود الأردن.
تخلت عنهم كل دول العالم وتركتهم في مواجهة الموت في صحراء غير ذي زرع، يعانون نقص المياه والغذاء بعد تقليل الكميات المقدمة من الأردن ومنظمة اليونيسف أنقذوا مخيم الركبان. أيضا تغريدة أخرى لعبد الله يقول فيها: مخيم الركبان مأساة يعيشها أكثر من 10,000 سوري، يتم محاصرتهم بكل الوسائل والطرق والأساليب والضغط عليهم من طرف الأردن ليعودوا لمناطق سيطرة نظام الأسد، حيث قطعت عنهم المياه تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. أنقذوا مخيم الركبان. الفنان السوري مكسيم خليل كان أيضا تفاعل مع هذا الموضوع، يقول في هذه التغريدة: هل تعلم أخي الإنسان 10,000 لاجئ يموتون عطشا في مخيم وسط الصحراء؟ شاركونا الهاشتاج على تويتر، وأيضا شارك بالهاشتاج أنقذوا مخيم الركبان. الآن للحديث أكثر عن هذا الموضوع سينضم إلينا من مدينة عفرين في الشمال السوري الكاتب والناشط الحقوقي المطلع على وضع مخيم الركبان أحمد ياسين. تحية لك أستاذ أحمد. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الظروف الحالية في مخيم الركبان؟ ما هي آخر التطورات في هذا المخيم؟ وما هي أبرز الاحتياجات؟ نعم، شكرا لك. بداية، مخيم الركبان هو عبارة عن أرض قاحلة، وبالأصل هو كان نقطة عبور باتجاه الأراضي الأردنية منذ عام 2013، ولكن بعد 2015 تحديدا في الشهر السابع بدأ المكان يأخذ صيغة مخيم أو يتشكل مخيم، نتيجة عدم السماح للقاطنين الذين قطنوه بالعبور إلى الأردن. بالتالي هم يعيشون بين ساترين ترابيين في مساحة عرضها 5 كيلومتر، إذن هم في سجن حقيقي. يجب توضيح هذا الأمر، فهذه الأرض غير قابلة للزراعة وغير قابلة للحياة أصلا. درجة الحرارة بين 40 و50 في الشتاء، بين 20 و5 مئوي. بالنتيجة العواصف الغبارية تجعل الحياة مستحيلة أو تجعل الحياة جحيما هناك. نعم. بالنسبة للاحتياجات، إن كان يعني أقول لك أن الناس هناك يعيشون في جحيم حقيقي، لا يتلقون أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة، بالتالي تخلى عنهم العالم وتخلت عنهم الأمم المتحدة. نعم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني شاهدنا تفاعل كبير حول وسم أنقذوا مخيم الركبان، وموضوع مخيم الركبان أصلا قديم جديد، يعني هو وغيره من المخيمات سواء في داخل سوريا أو خارج سوريا، وطبعا المخيمات بالذات التي يعني أنشئت في الأردن تعاني من نفس هذه المشاكل. من الذي أوصل الحال في مخيم الركبان إلى هذه النقطة، خاصة خطر انعدام المياه والمواد الغذائية؟ بالنسبة للوضع في مخيم الركبان هو تحديدا تكثيف واختزال للحالة السورية، ولكن أكبر مأساة سورية هي مأساة الركبان، فهم محاصرون في بيئة صحراوية لا يستطيعون الهروب. إذا عادوا إلى النظام تعرضوا للقتل والإخفاء القسري. النظام له مشيئة في هذا الحصار، لقد أنشأ أكثر من 100 نقطة عسكرية لكي لا يهرب أحد إلى مناطق أخرى أو يحضر إلى الشمال بطرائق معينة. بالتالي النظام هو المسؤول عن هذا الأمر. المسألة الثانية بالنسبة للمياه تحديدا، المياه كانت تضخ من بئر في الأردن وكانت كمية المياه تقريبا 700 متر مكعب، الآن أصبحت منذ شهرين 100 متر مكعب. هذا الأمر لا يكفي لاحتياجات 8,000 شخص موجودين هناك في المخيم. فمأساة الركبان المسؤول عنها طبعا عن مأساة سورية، النظام السوري ومعه الأمم المتحدة التي تشاهد هذه الإبادة الجماعية التي تحدث في الركبان
دون أن تقدم أي شيء، دون أن تصنع أي شيء. نعم، يعني هو لو بالإمكان أستاذ أحمد، يعني لو نستطيع تخفيف الضجيج قليلاً، يعني لديك ضجيج الظاهر، لا أدري إمكانية ذلك. الأمم المتحدة يعني ربما هي أبرز المتهمين، المنظمات الدولية طبعاً إلى جانب الأمم المتحدة، وقرأنا قبل قليل الكثير من التغريدات والآراء التي تتهم الأمم المتحدة بأنها خفضت المساعدات أو بأنها سبب رئيسي من الأسباب التي أودت بهذا المخيم إلى هذه الحال. إلى أي حد هذا الكلام صحيح؟ وما هو دور الأمم المتحدة الحقيقي في هذا الموضوع كما تعتقد؟ أوائل عام 2019 حولت الأمم المتحدة مكتب الإغاثة من عمان إلى دمشق، وهذا الأخير لم يقدم مساعدات إلا مرة واحدة، فكانت هي المرة الأولى والأخيرة. يعني الأمم المتحدة لم تفعل شيء منذ 2019 بالنسبة لمخيم الركن، ولم تقدم أي شيء بالنسبة للمياه. أيضا هذا البئر ليس موجود في المخيم أصلا، موجود في الأراضي الأردنية. يعني في أي لحظة هؤلاء الناس يتعرضون للموت عطشا وجوعا أيضا. بالنسبة للأسعار الموجودة، ربطة الخبز بحدود 700 غرام أو 650 غرام ب2000 ليرة سوري، يعني 50 سنت. وكذلك الماء الذي ينقل، الناس يضعون أجورا على الماء المنقول من الخزانات المهترئة أصلا. البرميل الواحد كلفته بين 1000 و2000 ليرة، يعني بين 25 و50 سنت. يعني الإنسان هناك يعيش في حصار حقيقي، تحاصره الطبيعة وتحاصره الأمم ويحاصره النظام. هناك إبادة حقيقية، وهناك جحيم يعيشه السوريون في مخيم الركبان. نعم أستاذ أحمد، هل هناك نهاية لهذا المسلسل، مسلسل المعاناة داخل مخيم الركبان؟ كل عام نشاهد نفس هذا المشهد، مشهد الأزمات ذاتها تتكرر في كل عام، كأنها سياسة ممنهجة للضغط على القاطنين في المخيم. إلى أي حد هذا الكلام قد يكون واقعي؟ هذا الكلام صحيح. المأساة السورية لن تتوقف إلا بزوال هذا النظام المجرم، نظام بشار الأسد وحزبه الانتهازي حزب البعث. بعد ذلك ممكن أن يستريح السوريون جميعا، ولكن الحلول المرحلية ممكن أن تكون بسيطة جدا، لكن لا يريد أحد أن يصنع ذلك. بمعنى بإمكان الأمم المتحدة أن تأتي إلى المخيم وأن تخير قاطنين بين احتمالين. احتمال أول هو البقاء في المخيم مع وجود حماية دولية وإشراف دولي وتأمين مساعدات ومستشفيات ومدارس وكل الاحتياجات. الناس هناك يموتون من الجوع ومن القهر ومن أمراض الربو، هم بحاجة لكثير من الأشياء. يعني نقطة العون هذه التي كانت الوحيدة التي كانت تستقبل الحالات الحرجة ذهبت، ولن يبقى هناك إلا نقطتين طبيتان ربما بسيطتان جدا. الاحتمال الثاني هو العرض على أهل المخيم إذا كانوا يريدون الذهاب إلى الشمال تحت حماية دولية، بحيث أن توقع الدول بأن هؤلاء الناس هم تحت حمايتي لإيصالهم إلى المناطق التي يريدونها. وفي الحالتين يجب تخيير الناس، البقاء في المخيم مع الحماية، من يريد أن يبقى ليبقى هناك، أو الخروج مع الحماية، ومن يريد أن يخرج فليخرج. هذا هو الحل المرحلي. كل التضامن بالتأكيد مع أهالينا في مخيم الركبان، وكل شكر لك الكاتب والناشط الحقوقي أحمد ياسين، كنت معنا من مدينة عفرين في الشمال السوري، وطبعا الاعتذار للمشاهدين على سوء الصوت من المصدر.